بسم الله الرحمن الرحيم. أتوقع أنك سمعت عن مواصفات جالكسي فولد 3 في عشرات الفيديوهات الأيام الماضية، لذلك في هذا الفيديو بعرفك على 11 ميزة في هاتف جالكسي زي فولد 3 راح تساعدك هذه المزايا في الاستفادة من قدرات الجهاز في استخدامك اليومي، سواء للإنتاجية أو للأعمال أو للمشاهدة أو حتى مع الترفيه والألعاب. قبل نبدأ في المزايا حاب أقول لك هالمرة أن الجهاز صار أقوى من عدة نواحي. المواد المستخدمة، الزجاج الخارجي، غلاف الشاشة الداخلية صار أقوى 80% مقارنة بالسابق. أيضا الجهاز صار مقاوم للماء، صار تقدر تستخدمه تحت المطر ولو انكب عليه موية بشكل مفاجئ، لا تشيل هم من هذه الناحية. نواحي القوة والمتانة والجودة بشكل عام صار فيها تحسينات كثيرة. أهم ميزة نفتتح فيها هذا الفيديو هي أن الجهاز صار يدعم قلم سبن. هذه قيمة إضافية للجهاز وهو بشاشة كبيرة طبعا، فإذا أنت من عشاق مزايا قلم سبن راح تقدر تستفيد من مزايا القلم على شاشة كبيرة بهذا الحجم مثل فئة النوت تماما. الجهاز يحمل 5 كاميرات، 3 كاميرات خلفية وواحدة أمامية، ولكن هالمرة أيضا صار فيه كاميرا مخفية داخل الشاشة. أتفق معك أنها مش بالدقة العالية اللي تتوقعها، ولكنها أيضا حل ممتاز للعمل والتواصل، وتقدر تستخدمها مع تطبيقات السوشيال ميديا أو تطبيقات المكالمات وتيمز وتسهل عليك حياتك. من ناحية عرض التطبيقات، الكثير يتساءل كيف ممكن تعرض التطبيقات على الشاشة الكبيرة. أول شيء أغلب التطبيقات تعطيك ميزة الاستمرارية، فلو فتحتها على الشاشة الصغيرة تقدر تفتح الشاشة وتستمر شغالة معك مثل ما تشوفون في الصورة الحين. أيضا في العكس، في تطبيق شغال على الشاشة الكبيرة وتبغاه يستمر معك على الشاشة الصغيرة، فقط أعطيه الصلاحيات من إعدادات الشاشة متابعة استخدام التطبيقات على شاشة الغلاف، راح يستمر معك شغال سواء على الشاشة الكبيرة أو الشاشة الصغيرة. من جهة أخرى، غالبية تطبيقات سامسونج وجوجل تدعم الشاشة الكبيرة بشكل مباشر، ولكن أيضا في تطبيقات أكثر مثل إنستغرام، فيسبوك، تيك توك، نتفليكس، والأوفيس، وحوالي 100 تطبيق كلها تدعم الشاشة الكبيرة. بدل تطبيقات مثل اليوتيوب ونتفليكس تقدر تزيد التكبير فيها. ولو عندك تطبيق ما يدعم الشاشة الكبيرة، خلينا نأخذ مثل تطبيق الخطوط السعودية. ببساطة تقدر تروح للميزات المتقدمة، المختبرات، تخصيص نسب العرض، وتختار ملء الشاشة. شوف كيف الآن أصبح التطبيق يعرض لك خيارات أكبر على الشاشة الكاملة، ونفس الشيء تقدر تسويه مع أغلبية التطبيقات. وضع فليكس مود، هذا الوضع تقدر تفعله إذا كنت حاط جوالك على طاولة، يقسم لك الشاشة نصفين. للأسف طبعا مش كل التطبيقات تدعم هذا الوضع، ولكن في مجموعة لا بأس بها من التطبيقات. مثلا لو كنت تصور بتكون الكاميرا في الجزء العلوي والخيارات في الجزء الأسفل. نفس الشيء لو فتحت التقويم أو الآلة الحاسبة مثلا. في مكالمات الفيديو هذا الوضع ممتاز، وحتى مع يوتيوب أيضا تقدر تشاهد الفيديو بالأعلى وتتصفح التعليقات في الجزء السفلي. من ناحية الإنتاجية واستخدام الأوفيس، أيضا الجهاز يعطيك أوضاع ممتازة من ناحية تقسيم الشاشة. فلو أنت فاتح مستندين مثلا، تقدر تسحب الصور من هذا المستند إلى هذا المستند، أو تقدر تسحب الصور من الاستديو إلى المستند مباشرة للوورد، أو تقدر تنسخ النص من المفكرة وتوديه للوورد مباشرة. طبعا تستفيد من الشاشة الكبيرة لأنها أكثر من مهمة في نفس الوقت. طالما احنا نتكلم عن الانتاجية وتقسيم الشاشة بين عدة تطبيقات، ما اعتقد في جهاز حاليا يقدر يقدم اللي يقدمه لك الفولد من ناحية الخيارات وتعدد المهام. حتى الواتساب على هذا الجهاز تجربة غير من ناحية المحادثات وطريقة عرض التطبيق كأنه على الكمبيوتر. تقدر تشوف مباراة مثلا على تطبيق شاهد وتغرد في الناحية الثانية، تقدر تتسوق وتحط تطبيق تحويل العملات والآلة الحاسبة أيضا على نفس الشاشة بدون الحاجة أنك تطلع على التطبيق وترجع للتطبيق الثاني. هذه هي قدرات الشاشة الضخمة اللي تستفيد منها بدون ما تتعب نفسك في التنقلات بين التطبيقات. الشريط الجانبي أيضا صار تقدر تثبته ويبقى معك وين ما تروح في الجهاز، تحط فيه تطبيقاتك المفضلة واللي دائما تحتاج توصل لها بشكل سريع. بنفس الوقت زي ما نعرف الشريط صار فيه عدة خيارات وأدوات متعددة، صار أيضا تقدر تحط فيه مجلدات لكذا تطبيق مع بعض، وفي ميزة زوجة التطبيقات لفتح تطبيقين أو 3 تطبيقات مع بعض بنقرة واحدة، مثلا متجر أمازون ومتجر علي إكسبرس، أو تطبيق بوكينج للفنادق وتطبيق لحجز الطيران، تنهي أمور رحلتك على نفس الشاشة. أيضا في نفس الوقت تقدر تتصفح إيميلاتك وانت تسمع موسيقى، كل هذه الخيارات موجودة. ايضا الجهاز يدعم وضع الدكس، الارتباط سلكيا او لاسلكيا مع اي شاشة تلفاز او كمبيوتر للحصول على وضع الكمبيوتر، وتحول شاشة الهاتف الى ماوس للتحكم.
نفس الشيء يدعم الارتباط مع كمبيوترات ويندوز عشان ترد على كل الإشعارات من اللابتوب بدون ما تروح للجوال كل شوي. من ناحية الكاميرات يحمل الجهاز 3 كاميرات جميعها بدقة 12 ميجا بكسل، كاميرا السيلفي بدقة 10 ميجا بكسل. هنا شيء حاب أنوه عليه وهو أنك تقدر تستخدم الكاميرات الخلفية لالتقاط صورة سيلفي بجودة عالية. كل اللي عليك تسويه هو الضغط على هذه العلامة الموجودة فيه على الشاشة، راح يصير عرض الصور متوفر على الشاشة الصغيرة في الخارج، سواء لالتقاط صورة سيلفي من الكاميرا الرئيسية أو حتى عشان اللي بتصوره يشوف شكله في الصورة قبل ما تصوره ولا يقعد يمتحن كل شوي عشان تعيد الصورة. ميزة أخيرة مهمة أتكلم عنها في الجهاز وهي أن الشاشتين الداخلية والخارجية الآن تدعم 120 هرتز، فإذا أنت من محبي مشاهدة أفلام الأكشن الحركية وتحب تلعب على الشاشة الداخلية راح تستمتع بتجربة مشاهدة وتجربة لعب ممتازة. الجهاز متوفر الآن في السوق السعودي بسعر 6799 ريال، وإذا اشتريته خلال هالفترة من متجر سامسونج بتحصل على هدايا رائعة مثل الغلاف اللي يجي مع القلم وشاحن 25 واط بالإضافة لعدة اشتراكات متعددة في عدة خدمات متنوعة. كذا أنا خلصت اللي عندي، أتمنى عجبكم محتوى هذا الفيديو وبالتوفيق للجميع إن شاء الله.